فقرة فعالية الزريع السوداني بالتعاون مع المركز العالمي للبطاطس عقد ورشة تحديات إنتاج وتسويق البطاطس لصغار المنتجين ولايتي الخرطوم ونهر النيل. كاميرا سودانية كانت حاضرة وجاءت لنا بهذا التقرير أو غطت هذه الفعالية، نتابع سويا. مجتمع الزريع السوداني هو مجتمع تفاعلي هادف بيهدف لنشر المعرفة الزراعية وإيجاد الحلول المبتكرة لتحديات الزراعة والمزارعين. الخطوة الأولى بتاعت نشر المعرفة الزراعية لنا 3 سنين الحمد لله، الآن اسم الزريع السوداني والمنصة بتاعته على الفيسبوك معروفة، وأي زول بيسأل أي سؤال زراعي عن أي حاجة زراعية في أي مكان بيلقى الرد من زول مختص ومن ناس لهم خبرة أو لهم علاقة بالموضوع السؤال. الجزء الثاني بتاع إيجاد الحلول المبتكرة لتحديات الزراعة والمزارعين دي عبارة عن مشاريع، عبارة عن دراسة للواقع، عبارة عن تحليل لاحتياجات العميل نفسه سواء كان المزارع ولا المستهلك. دي الحاجة الآن شغالين عليها بالشراكة مع عدة جهات محلية وعالمية. الآن منا ده نموذج الآن مشروع إيجاد الحلول لتحديات منتجي البطاطس، بديناه الآن شهر 1 وإن شاء الله هيشتغل السنة دي كلها على الجزء بتاع تسويق منتجات المنتجي البطاطس. السنة اللي بعدها ونحن ماشيين لقدام هنشتغل على موضوع تطوير الإنتاج نفسه، إدخال أصناف أكثر قيمة غذائية بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة في السودان سواء كان جهات حكومية ولا قطاع خاص ولا مزارعين ولا تجار ولا مستهلكين حتى، يعني لأنه لما تعرف المستهلك داير شنو بتقدر توفر له الحاجة اللي بتنفع معه، والمزارع أصلا كده شغال. فلما نسمع التحديات ونسمع المشاكل المواجهة المزارعين بنقدر نوجد لهم الحلول المناسبة اللي بيدعينوا منهم يمشوا لقدام. جيت هنا الورشة بتاعت الزريع السوداني بتتكلم عن مشاكل التسويق، مش هي حاليا بدينا بالبطاطس لكن عموما مشاكل التسويق عموما، فجيت هنا أشوف الناس بيقدموا في شنو وجيت أساعدهم بالمشاكل اللي بيحس بها المزارع، لأنه في الغالب المزارعين ما قاعدين في الوسط هنا، هم قاعدين في الأطراف وبيعانوا. فهي جمعة كده بين الإعلام وبين الشغل اللي قاعدين نشتغله في اليوتيوب في القنوات في غيره، وإنه الناس هنا لأنه ما حاسين بأنه المزارع بالضبط المشكلة الأساسية بتاعته جاية من وين، فنحن جينا نوريهم، جينا نقول لهم شعورنا ده عشان إن شاء الله بإذن الله الناس تلقى حلول لمشاكل التسويق اللي بتحصل، زي ما هسي حاصل في البصل، زي ما البطاطس هسي متوقع تحصل فيها نفس المشاكل. فنتمنى إن شاء الله بالمعلومات اللي اديناها لهم دي يوجدوا حلول، والمزارع إن شاء الله ينتج وخيرنا يعمنا كلنا إن شاء الله.